الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نودي لصلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف، وقد رفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ محمد بن مروان قصاص. أسأل الله العلي القدير أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم آمين. وتحسبونه هينا
وهو عند الله عظيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: